مصطفى صاير شي لعقله؟ شو يعني يجي على العاصمة مع العسكر؟ الظاهر حتى الفهد ما قدر يمنعه. أكيد في ملعوب كبير عم بيدبروا له إياه، يا أما حاطين شي غريب بهداك الصندوق أو مغيرين رسالة مولانا السلطان. أنا ما عم قادر أفهم شي بنوم. بد وقت جيهانجير، أنا خايفة. شو رح تكون آخرة هالشغلة؟ رستم باشا ما قال لك شي يا مريم؟ ما قال لك شو كان في جوات الصندوق؟ كان في عباية والمكتوب يلي بعته مولانا. بعدين مو مهم شو كان فيه، ورستم شو بده يعرفه؟ الموضوع هاد بين أخي مصطفى ومولانا السلطان. شو هالحكي الفاضي اللي عم تقولي يا مريم؟ الانكشاريين راحوا لحتى يوقفوا مصطفى، بجوز نلاقي حالنا بحرب دموية وما بنعرف ليش. أخي مصطفى بس يشوف عساكر الجيش الانكشاري رح يغير رأيه، ومستحيل يوقف بوش قرار السلطان. مصطفى مستحيل يتراجع لأنه طلع من إمارته وكسر كل قواعد وقوانين دولتنا العلية. واللي لازم نوقفه هو مولانا. ضروري نعمل هالشي يا مريم من شان مستقبل السلالة. سمو الأمير، للأسف مولانا مو حابب يشوف حدا اليوم. عرف إنه أنا هون كمان؟ جيهانجير طمني، شو الوضع؟ مصطفى وصل ولا لسه؟ في حيطان من البشر واقفين قدام بواب القصر، وكأنه الحيطان يلي فيه ما بتكفي. يا ريت لو أمي كانت هون. جيهانجير لازم نعمل شي، يعني معقول نضل قاعدين هيك عم نتفرج وما نساوي شي؟ تأخر الوقت كتير يا مريم. نسيتي شو قلتيلي؟ أنا وأنتي ما رح نقدر نغير شي بهالدنيا. ما حلك تنسي هالشي، ما هيك؟ وصل. شو عم يصير؟ أنا ولا مرة تخيلت شوف هالمنظر هاد. مصطفى وآلاف العساكر جايين على القصر. رحمنا برحمتك يا رب. كيف وصلنا لهالمواصيل؟ كيف بيتجرأ سمو الأمير على العصيان؟ هذا ما نوع عصيان. كيف ما نوع عصيان؟ أنت مو شايف؟ الله بيشهد علي، أنا بحبه لمصطفى، وبحبه كتير أكتر من الكل من لما كان صغير. بس هذا الشيء ما نوع مقبول أبداً. ألفت خانه معه حق. لو شو ما كان السبب يلي عمله أخي مصطفى خطأ كبير وعقوبته كبيرة. جيهانجير، شو قصدك باللي حكيته؟ طالما كل هالجنود معه ومع هيك قرر يسلم سلاحه، معناته ماله ناوي على الحرب. ليش صار هيك يا ربي؟ لو ما كان في حدا مخطط لهالشي ما كنا وصلنا لهالمواصيل البشعة هي. ومين هالحدا؟ والله أنا عم أحكي عن زوجك رستم باشا المحترم يا مريم. ما في حدا أشطر منه بتشعيل النار. أنا بعرف إنه هو اللي ورطه، وبظن إنه أنت عندك علم بهالشي. جيهانجير انتبه على كلامك، هذا الحكي أنا ما بقبله بنوب. أنا بحكي مثل ما بدي وباللي بشوفه مناسب يا مريم. جيهانجير سلطانة بيكفي، بترجاكي تهدي حالك شوي، لأنه كلياتنا أعصابنا متوترة. يا ربي تلطف فينا. كيف قدروا يفوتوا بين مصطفى والسلطان بهالشكل؟ ما
مصطفى جوا يا رستم؟ لساته جوا يا أمير. سامحني يا أمير، ما فيني اسمح لك تفوت. إذا حدا بيلمس شعرة واحدة من أخي مصطفى، في كتير ناس رح تطير روسهم، وخاصة يلي ورطوا بهالشغلة. بظن أريح لك إذا بترجع لجناحك. ما في حدا بيقدر يقول لي شو لازم أعمل يا رستم باشا. طمني. لا تخاف جيهانجير، أنا منيح. مولانا طالب يشوفك يا رستم. الله ستر ومرقت على خير يا مصطفى. حاولوا يورطوك لتوقف بوش مولانا، كان بدهم تقوم بالعصيان. كأنك مخبي شي. احكي لي شو بتعرف جيهانجير؟ هداك اليوم رحت لعند الخياط لحتى أخذ العباية، وهنيك عرفت بالصدفة إنه في حدا استعمل اسمي وأخذ العباية. ما في دليل بنوب، بس أنا متأكد إنه هي العباية أخذوها وحطوا فيها سم قبل ما تطلع من القصر. منيح اللي قلت لي. حاولت وصل لك القصة، بعدت لك خبر مع حارسك الفهد، بس من الواضح إنكم ما التقيتوا. الظاهر منعوه يطلع، من وقت طويل ما سمعت منه أي خبر. أو رستم عم بيدور على حجة ليسكر على الموضوع، وأنا متأكد إنه رستم له يد بالحادثة يا أخي. إذا قدرنا نقنع مولانا فما رح يسامحه أبداً، ورح ينال العقوبة اللي بيستحقها. شلون حنقدر؟ لازم نقنع مولانا إنه كل شي عم بيصير عم بيبلش من القصر. هو أنت كلامك بيأثر كتير بمولانا السلطان. الحكي اللي قلت لي إياه هلا فيك تقوله بحضور مولانا السلطان كمان. إذا هالشي بيفيدك طبعاً فيني أحكي. منيح يلي لقيتكن. أنا كنت عم دور عليك يا أخي. لألك الحمد لله على السلامة. شكراً مريم، أموري منيحة الحمد لله. أنا هلأ ما فيني اتهم حدا، ما عندي أي دليل، بس شهادتك رح تحل الموضوع جيهانجير. رستم المفروض يتحاسب. سمو الأمير، كنا بسيرتك يا رستم، أنت اللي عم تحقق بقصة العباية مو هيك؟ ايه طبعا، ووصلنا لنتيجة قطعية وقوية. واضح إنه تم تسميم العباية بطريقة لأماسيا. وأنا بعتقد إنه كل شيء صار جوات القصر. جيهانجير يلا ما بدنا نخلي مولانا يستنى. مولاي، الأمير مصطفى والأمير جيهانجير طالبيني أقابلوك. خليهم يجوا. مولاي، قبل شوي التقينا مع رستم باشا، قال إنه بلش بالتحقيق بمسألة العباية المسمومة. عم يتحقق بهذا الموضوع والمسؤول رح يتحاسب. أنا ما بتصور إنه رح يطلع معهم شي بالتحقيق، وخاصة إنه رستم باشا هو المسؤول عنه. أنت شو بدك تقول؟ هو عم بيقول إنه العباية ما سمموها بقصركن يا مولاي، بس جيهانجير عنده رأي تاني. هو واثق ومتأكد إنه العباية تم تسميمها هون جوات قصركم مولاي. ما هيك أخي؟ جيهانجير،
انت بتعرف انه انا بحبه لمصطفى كتير، وهذا الموضوع تبع العباية اكيد ما حدا بيقبله، وانا كمان مثلك مزعوجة ومستحيل اقبل انه اخي مصطفى يتأذى. بس اذا انت حكيت لمولانا رح تكون النتيجة وخيمة. معقول كل هالقد خايفة على زوجك؟ شو دخل رستم؟ هالموضوع هاد رح يأثر على أمنا، وخصوصاً بهالأوضاع هاي. جيهانجير اوعى تتهور. معقول تقبل إنه أمنا يتهموها بهيك قصة بشعة يا أخي؟ أنا ما فيني أقول إني متأكد، لأنه هالموضوع كتير حساس يا مولاي. بخاف إني أظلم حدا. أخي، مصطفى استنى. بعرف إني خذلتك وحطيتك بموقف بشع. خفت إذا حكيت تزيد الأمور سوء. أنت متضايق مني؟ لا، هي نتيجة طبيعية، لأنه أنا من جهة وأمك من جهة تانية. الحق علي بالأصل، ما كان لازم أطلب منك هيك شيء. عفيفة خانم، مزبوط إنه أمي رجعت؟ مزبوط، وهي عند مولانا وناطرينا لحتى تطلع. سلطانة. جيهانجير، اشتقت لك يا حبيبي. شو صار؟ شو قرر مولانا؟ طمنيني، مولانا عفى عنك ورح تضلي بالقصر؟ كون مطمن، من اليوم ما عاد رح نبعد عن بعض أبدا. أهلا وسهلا هيام، لو عارفانين رح تجي كنا حضرنا لك استقبال. أنا مو كتير بحب هاي المراسم سلطانة، بعدين ما في داعي لهيك شي بنوب وقت برجع لمكاني. سلطانة، بيكون جهزوا الحمام، أكيد الطريق بيكون تعبكن ولازم ترتاحوا شوي. مزبوط. بالعالم المسيحي في سبائك ذهب وفضة أكثر مما بتتخيل، بس نحن ما عم نستفاد من هالثروات، وإذا استمر الحال هيك بجوز أعدائنا يسبقونا ويستفيدوا منهم، ولهيك نحن ما لازم نسمح أبداً لهالشيء إنه يصير. وأنا عم فكر هيك كمان. فيينا نفدت منا بآخر لحظة، بس فينا نرجعها، حتى فينا نتقدم أكثر. عنا القوة الكافية لهالشي. إذا تغلبنا على أعدائنا الإسبان والبرتغاليين واستولينا على أراضيهم، رح نسيطر على العالم كله. مزبوط. بس رستم باشا يا مصطفى بلش مفاوضات جديدة مع سفراء فرديناند. اللي هيك صلح بشو رح يفيدنا يعني؟ موقعنا هلأ على قمة العالم. مزبوط، الوصول للقمة كان صعب، بس الحفاظ عليه رح يكون أصعب. إن شاء الله مولانا يكون عم بيفكر مثلي ومثلك. لازم نحاكي بهالأمر. مستحيل الواحد ما يعجب بعلمك ومعرفتك جيهانجير. أنت عرفت كيف تستفيد من الكتب وصار عندك وعي وثقافة. أنا لولا الكتب والقراية كنت متت من زمان يا أخي. من ذا الذي يطرق بابي؟
سوى نسيم الصباح. من يضيء لي النور سوى لسان من نار؟ بإذن الله إذا أجا يوم والله طعمني حكم العرش، تأكد إنه كلمتك رح تكون مثل كلمتي بالقصر يا أخي. الله يبعث اللي فيه الخير يا مصطفى. صار يلي كان بده إياه رستم، استغل وضعه للقاص حتى يوصل لأهدافه. تذكروا هالتاريخ وتذكروا الحديث اللي صار فيه، لأنه اليوم هو اليوم يلي رح يتغير فيه مستقبل الدولة والسلالة كمان. مولانا تخلى عن الحلم يلي حلمه هو إبراهيم باشا باحتلال روما. طول ما أنت موجود بهالحياة حلمه هذا ما رح يموت يا أخي. بجوز هذا الزمان مو زماننا يا جيهانجير. مصطفى لوين رايح؟ الظاهر انه سمو الامير بحاجه يبقى لحاله شوي. شو عم يصير؟ لو بتعرف قديش كنا واثقين انه مولانا عم يفكر مثلنا. يا خسارة كله راح على الفاضي. مانو على الفاضي سمو الامير، اكيد في له غايه. هيك رأيك؟ أكيد سمعت يا سمو الأمير بقصة النملة وسيدنا إبراهيم. بعرفها، مع هيك احكي لي إياها، بلكي بتقدر تدخل الطمأنينة والتفاؤل شوي لقلبي واقتنع إنه تعبنا لابد يجي يوم ويكون له قيمة. نمرود ما كان بيحبوا لسيدنا إبراهيم أبداً، وأمر رجاله أنهم يحرقوه، ولهذا السبب شعل نار كتير كبيرة قوية ولهيبة عالية لدرجة أنه هاللهيب كان واصل للسماء. وبهداك الوقت كان في نملة حاملة دمعة مي صغيرة بتمها وعم تركض بعجلة على المكان يلي فيه النار القوية. وهي عم تركض شافة نسر عظيم وسألها لوين رايحة؟ وشو عم تعملي بدمعة المي اللي بتمك؟ قالت له رايحة على المكان يلي بدهن يحرقوا فيه إبراهيم، رح أرمي هاي المي على النار لا تأخرني. ضحك النسر وقال لها شو ممكن تساوي دمعة المي الصغيرة بنار عظيمة وقوية؟ ردت عليه النملة بتواضع وقالت له حتى لو على القليلة رح تبين نيتي الطيبة. جيهانجير. سلطانة أكيد وصلتكم معلومات إنه مصطفى. مولاي شايف إنه هذا الوضع المناسب، لأنه غلطة مصطفى مو صغيرة بنوب يا ابني. طلع متزوج من بنته للمرحوم الرئيس خضر بالسر. مستحيل هذا الشيء، أكيد عم يفتروا عليه. أنا متأكدة من الموضوع. الأمير مصطفى خالف أوامر مولانا السلطان يا جيهانجير، ولازم ينال جزاؤه على هاي العملة. يا ترى وقت بيعرف مولاي عن أخي بيازيد رح يكون موقفك ذاته يا سلطانة؟ أنت مع مين بالضبط يا جيهانجير؟ شو سبب هذا الحب لمصطفى؟ معقول توقف معه ضد إخواتك؟
بجوز لأنه دائما هو الشخص المظلوم بيناتنا. موقفك لازم يكون محدد يا جيهانجير، لأنه الغابة فيه وحوش كتير. يا ريت بتخاف على أخواتك وبتاكل همهم قد مصطفى. طبعا حضرتك ما عندك علم بيه اللي صار مع مريم وزوجها. شو صاير معهم؟ تفضل. سلطانة، سمو الأمير جيهانجير إجا وحابب يشوفك. خليه يجي. أهلا وسهلا جيهانجير. أهلين فيك يا مريم. سمو الأمير. تعي روح قلبي. قول بهار. تفضل جيهانجير. وشك الحلو مو عاجبني، واضح انه في شي زعجك. السلطانة طلبت منك تجي؟ بعتتني لهون حتى اقنعك تتراجعي عن قرارك، بس لا تقلقي ابدا، مو جاي احكي بالموضوع. أنا جاي لأطمن عليكي، أنت منيحة؟ هذا الزواج بالنسبة إلي هو حمل تقيل، ويوم عن يوم عم يزيد تقله أكتر. هالحمل عم يدمرني يا أخي. أنت لو كنت مكاني كان عندك فرصة أنه تتخلص من هذا الوضع، شو بتساوي؟ كنت رح ساوي مثلك يا مريم. اسمعيني، ما حدا في يوقف بطريقك. مانك مجبورة تصبري وتخضعي لإرادة الناس، وحتى لو كانت أمي. الفاب. أخي مصطفى فرح كتير لما عرف بخبر تعيينه نائب للسلطنة. أنا أول مرة بشوفه مبسوط لهي الدرجة. شو صاير فيه هلأ الله أعلم. بعد ما قربنا نوصل لهدفنا الأمور رجعت تخربطت. موضوع مهرونيسة خانم أنت كان عندك علم فيه؟ بس بيزيد بيعرف؟ بيزيد مستحيل أنه يخبر. وليش مستحيل يا جيهانجير؟ هو خسر هوري جيهان، وممكن يكون حابب يفش خلقه. هلأ المهم أنه نقدر نطالع حالنا من هذا الوضع، وبظن وقت يروح رستم رح تنتهي كل مشاكلنا. ورستم لوين رايح؟ رستم ومريم مختلفين. أنا سمعت بأنه آخر فترة علاقتهم مو كتير، بس ما عندي علم شو صاير بيناتهم. مريم ورستم انفصلوا، بس أمي طلبت منها تستنى لبعد ما يرجعوا من الحملة، ومريم وافقت إنه تأجل القصة. ومولانا السلطان شو رأيه؟ لسه ما حدا قال له. تعرفي ما بصير نشغله باله بهالمواضيع بوقت الحملة.